بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتعلم سام برودكت من اول الصفر لحد مرحلة الادفانسد. سام برودكت تقدر تستخدمها بشكل جميل جدا. مبدئيا معروف عن سام برودكت ان هي عملية زي المالتبلاي كده، اللي هي عملية ضرب، تاخد اليمين في يعني قيمة في قيمة وتضربها في بعضها. طب ده اللي ظاهر وده اللي الناس تعرفه. معنى يعني مثلا على سبيل المثال عندنا هنا عميل وهنا سلع والسعر والكمية والإيراد. الإيراد ده بيساوي السعر في الكمية، يعني مثلا 200 في 14 ب 2800 وهكذا. يجي الإجمالي معروفة طبعا، باجي في نهاية مجموعة أرقام وأدوس ألت يساوي، بيجمع لي مجموعة القيم اللي فوقيها، بيظهر لي تحت هنا الصم 52650 52650، هي نفس القيمة. طيب انا لو جيت اعمل المعادله دي على طول، اللي هي امسك القيم الاسعار في الكميه، فهيطلع لي الناتج كله في قيمه واحده. ده بالسم برودكت، هنكتب سم برودكت واختار الاري واحد اللي هي القيم اللي موجوده في السعر كوما القيم اللي موجوده في الكميه، هقفل القوس وادوس انتر، هيديني نفس الرقم اللي هو 52650. ده الشائع والاكثر استخداما لسم برودكت، ان هي بتضرب اي قيمتين في بعض اللي هي اري واحد في اري تو، تضرب ما يقابلها او ما يساويها بتدي لنا الرقم زائد ما يساويها وهكذا. يعني بمعنى اصح اللي حصل 200 في 14 زائد 150 في 57 زائد 300 في 21 وهكذا، وكم طلع الناتج نفس الرقم دوت اللي هو 52650. طيب انا ممكن اجيب الكميات اللي موجودة هنا للسلعة رقم واحد فقط، للسلعة رقم واحد فقط. طيب ده بيكون ازاي؟ سوري خليها مثلا اسود مش تفرق. ده بيكون ازاي؟ ممكن هقول يساوي سام برودكت، سام برودكت تمام، وهاجي اقول افتح قوس واقول له ان السلع اللي القيمة بتاع المنتج هنا بتساوي السلعة رقم واحد تمام، وهقفل القيمة ديت، والمفروض اقول له كوما واقول له في الحالة ديت هات لي الكميات، هو بيقول لي اقفل القوس بس مش اكتر. طيب هنا اداني صفر، ليه اداني صفر؟ ما ادانيش صفر عشان ما اقفلش القوس على فكره، يعني هو قفل وخلاص اهو مفيش مشكله. اداني صفر لان هنا لما لقى القيمه رقم واحد هنا كانه عمل ما بين ترو وفولس، ترو وفولس، يعني شاف اول حاجه ايه؟ فولس، تاني حاجه ترو، فول ترو فولس ترو وهكذا، يبقى فولس ترو ترو فولس ترو. ده اللي حصل معايا، اللي هو صواب وخطأ صواب وخطأ. بس الفكرة ان انا لما استخدمت الكوما ديت ما قدرش يحول ترو وفولس القيم، حولها هي محفوظة كتكست. طيب علشان نحول الترو وفولس من تكست لقيم، دي النقطة دي نحفظها جامد جدا، نحلها بثلاث حاجات، الشائع اتنين، والحاجة التالتة دي في السام برودكت، ومش في السام برودكت بس عامة بتستخدم في السام برودكت. طيب الشائع انك انت تيجي قبل القيمة اللي هي انت عايز تحولها ترو او فولس ديت، وتضربها واحد في واحد في الحاجات اللي هتطلع هنا ترو او فولس تتحول لقيم. ادوس انتر دلوقتي جاب لي 168 اللي هي السلعة رقم واحد. الاول مبدئيا كده ندي لها لون اصفر، دي بس الخط بتاعها كده لون اصفر مش اكتر تمام. احنا بنجمع دلوقتي الايه؟ الكميات اللي هي 57 و21 و90، مجموعهم كام؟ 168، هو نفس القيمه اللي هنا. طيب اول نقطه قلناها اللي هي واحد في. طيب ايه تاني كنا ممكن نحلها من غير ما نضرب واحد في؟ تحط دبل ماينس قدام الجزء اللي انت عايز بتاع الترو والفولس، اللي هو القيم اللي بتحول لترو وفولس، دبل ماينس قدام الحاجات دي هتحولها لك برضو لواحد وصفر، يعني الترو تاخد واحد والفولس تاخد صفر. نفس النظام اتحلت المشكلة خالص. لو رجعنا تاني وشلنا الدبل ماينس مش هيحصل حاجة، هتلاقي بيدي لك صفر. طيب الحل التالت اللي هو بس هستخدمه دلوقتي هنا، ان الكومة التانية ديت انا مش عايزها كومة، مش هخليها كومة، هتبقى في علامة في علامة في، برضه نفس الناتج. يبقى ديت علشان نحول الترو وفولس من تكست لقيم لفاليوز تمام. طب انا دلوقتي عايز اجيب الايرادات بتاعتهم، الايرادات بتاعتهم بتاعت السلعة رقم واحد تمام. طيب هاجي هنا واقول له هتساوي sum product تمام،
وهفتح القوس واقول له من هنا لهنا تكون بتساوي القيمة اللي قصدي الحاجة اللي موجودة اللي هي كلمة السلعة رقم واحد، واقفل القوس. تمام. ايه تاني؟ من هنا لهنا بيكون اللي هي السلعة رقم واحد. واحنا عايزين نجيب الايرادات، يبقى في ممكن اجيب الايرادات على طول، فهو هيجمع لي الحاجات اللي موجودة في الايرادات. هقفل القوس عشان ما تطلع ليش الرسالة الرخمة دي، وادوس انتر. قال لي 4 6 350. طب نيجي هنا اهو اهو اهو، اداني 4 6 350 في الصم اللي بيبقى ظاهرة تحت. دي اول حاجة اتعلمناها، ازاي نحول الترو والفولس من تكست لفاليوز باحد الثلاث طرق، يا اما نغير الكومة لستار، او نحط دبل ماينس، او نحط الجزء اللي هو ترو وفولس دوت نحط واحد في قبليه، واحد في اللي هو واحد ستار يعني قبل القيمة دي. طيب ديت كانت الطريقة الأولى أو أول جزء في الأدفانسد في السم برودكت. نيجي نروح لحاجة تاني أدفانسد، عندنا جدول زي كده وعايزين نقول له عايزين العدد والكمية والإيرادات. مبدئيا العدد بتاع إيه بقى؟ بتاع الشركة واحد أو اتنين، أو مش شركة واحد فقط، لا شركة واحد أو اتنين، ويكون العام بتاعها 2018 ما تكونش 2017، وكمان الشرط التالت يكون شهر يناير، شهر يناير ما يكونش 2 أو 3، ما يكونش فيبروري أو مارش. تمام. طيب هقول له هيساوي sum product. تمام. وعلشان الأول هنحط اللي هو الشرط الأولاني اللي يكون هنا رقم واحد، اللي هو من هنا لهنا بيساوي الشركة دي. اوكي تمام، ده كده شرط. علشان اقول له او، علشان اقول له او، يبقى في الحالة ديت بختار علامة الزائد. ولو عايز اقول له وي يعني وش، وكمان لازم يكون في شرط تاني، فهستخدم علامة الستار. مبدئيا هقول له او، ليه علامة الزائد؟ علامة الزائد وكمان اللي هي او يعني، او من الجزء دوت. سوري المفروض كنت افتح القوس الاول واختار الشركة، المجموعة بتاع الشركة هنا بتساوي الكلمة اللي موجودة هنا او شركة اتنين. اوكي طيب كل ده شرط واحد اللي هو ده او ده، فانا هعلم عليه كله كنترول سي وافتح قوس واحطه ما بين، واحطه هو ما بين قوسين. تمام. والشرط التاني اللي هو في بقى وي، هقول وي الشرط التاني. تمام. هفتح القوس واقول له يكون العام اللي هو الجزء اللي موجود هنا يكون بيساوي اللي انا كاتبه هنا 2018. ماشي. وي شرط تاني، افتح القوس الشهر اللي هو الجزء بتاع الشهر دوت بيساوي اللي انا كاتبه هنا اللي هو شهر يناير. هقفل القوس بتاع الشرط الاخير. وكل دوت انا مستخدم في السام برودكت الري واحد فقط، الري واحد فقط. يبقى في الحالة ديت هي انا عم اخترت له الثلاث شروط دول، هو يقول لي عددهم اللي هم الصحاح كام. هقفل القوس بتاع سام برودكت عشان ما يظهرليش الرساله وادوس انتر. قال لي 5 هم. لو جينا شفنا دي شركه واحد اوكي 2018 اوكي، لكن الشهر فبراري مش يناير زي ما انا مختاره هنا. شركه واحد 2017 مش تبعنا، شركه واحد 2018 وشركه اتنين قصدي معانا، هو 2018 معانا ويناير معانا. اوكي شركه واحد 2018 لكن مارس، وهكذا. فهتلاقي اللي اتحقق عليهم الشروط اللي انا حاططها هنا هما 5 فقط، اللي انا معلمهم بصفر علشان عينيك بس تروح لهم مش اكتر. طيب ايه الكمية؟ انا دلوقتي عايز اجيب الكميات اللي هنا اللي هي 157 و125 و1 و86 و58. انا مستخدم كنترول بس بعمل لهم سيلكت علشان تشوف تحت المفروض الناتج يطلع لي 427. بالسم برودكت هجي هنا هيقول له هيساوي سم برودكت. تمام. وهنفتح القوس ونقول له ان الشركة ديت مجموعة الشركة دي بتساوي اللي هي الشركة رقم واحد. اوكي. والشرط التاني او من هنا لهنا، المفروض كنت افتح قوس الاول، هيساوي الشركة اتنين. وكل ده شرط واحد، فلازم كنت اجي هنا وافتح قوس
واجي في الاخر واقفل القوس. طيب الشرط التاني ايه؟ اللي هو وي بقى، يكون العام، افتح القوس اللي بننساه، يكون العام بيساوي، سوري، بيساوي اللي انا كاتبه هنا اللي هي 2018، تمام، واقفل القوس. في، افتح القوس، الشرط التالت الشهر بتاعي بيساوي اللي انا كاتبه هنا اللي هو يناير، وهقفل القوس. هيعمل ايه هو؟ هو كل دوت بيطلع له، كل ده في ده بيطلع واحد صفر واحد، يعني دي نتيجتها صفر، فكذا فبيضربها، فدلوقتي واحد، كل ده واحد. هنيجي نختار له بقى، نفتح القوس ونقول له الكمية اللي هنا، تمام، وهقفل القوس. في الحالة دي هيجيب لي الكميات اللي انا عاملها، وهقفل القوس تاني بتاع الصن برودكت عشان ما تظهرليش الرسالة، وادوس انتر، طلع لي 427 اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده، فعلا 427. طيب الايراد، انا مش هجيب ان انا اختار الايراد على طول، لا، هخليه يضرب ده في ده عشان تفهم ان هو بياخد صفر في اي فيما يقابله، او واحد فيما يقابله، وهكذا زائد اللي بعديه وهكذا. طيب هتساوي، احنا كل ده يعتبر بنأكد sum product، تمام، وهفتح قوس، ممكن افتح كمان قوس بقى، انا advanced ودماغي شغاله وعارف انا بعمل ايه. اختار ادي الشركه هيت، هتساوي شركه واحد، وهقفل، وزائد الشرط التاني بتاعي ان يكون الشركه بتاعتي اهيت، سوري، هننسى، لا advanced ولا بتاع، ادي الشركه اتنين، تمام، بتساوي شركة اتنين، ده الشرط التاني، واقفل القوس بتاع كل دوت اللي هو أول شرط اللي هو ده أو ده، في ويكون العام بتاعنا برضو هننسى تاني، نفتح القوس ونختار العام، وفي في يساوي الخانة اللي أنا كاتبها هنا، في اللي هو الشرط الأخير، هفتح القوس اللي هو يناير، أدي من هنا لهنا بتساوي الخانة اللي كاتبها هنا اللي هي يناير، تمام. في الحالة ديت هيضرب ده في ده اللي هو واحد، كل حد، كل ده تضريبه أصفار في واحد في كذا، فبيطلع لي عدد، تمام. يمسك كمان بقى ايه، الأول كنا نفتح القوس، سوري، السعر كوما، قوس كمية، كل ده هو ماشي. لو اتحقق الشرط بيعتبره صفر فيما يقابله بقى من أرقام، فبيطلع بصفر، أو واحد فيما يقابله من أرقام، فبيطلع بالناتج بتاعه، تمام، اللي هي الكميات. يبقى هنا هيضرب مثلا ايه، صفر في 200 في 165 بصفر، زائد صفر في 300 في 159 بصفر، كل لحد دلوقتي الناتج بتاعنا صفر. في الشرط اتحقق، يبقى واحد في 600 في 157 يبقى 94200، زائد كل دول في صفر في صفر في صفر، زائد صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر، يجي هنا وهكذا، يجمع على الرقم ده وهكذا. هنقفل القوس بقى بتاع الصن برودكت كله. كل دول احنا مستخدمين array واحده فقط من ضمن الاكتر من array بتاعت الصن برودكت. هقفل بقى خلاص معادله الصن برودكت عشان ما يطلعليش الرساله بيقول لي اقفل القوس، ادوس انتر، اداني 188900، هاجي اعلم عليهم هنا، فعلا طلع 188900. يبقى كده اتعلمنا في صن برودكت اول حاجه ان هي مش بتضرب القيم فقط، لا، ده انا ممكن استخدمها بشكل ادفانسد، اقدر اجيب بيها عدد بدل صم افس، وممكن استخدمها بدل كاونت افس، يعني ممكن استخدمها بشكل ادفانسد. وعرفنا ان او البديل بتاعها زائد وي بتبقى علامه الستار. عرفنا بنحول القيم true false ل values واحد وصفر عن طريق double minus قبليها، او واحد في قبليها، الو في some product ممكن تستخدم علامة الستار بدل الكوما، تمام. شكرا.